بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المرأة الصالحة أو الزوجة الصالحة، أنا عايزة أقول لكم يا جماعة إن الزوجة الصالحة أو المرأة الصالحة التقية ده بتعتبر كنز عندك في البيت. وطبعا أهم حاجة يا جماعة، أي شاب بيتقدم للزواج لازم يفكر كويس جدا قبل ما يرتبط بأي إنسانة. أول حاجة لازم يكون عنده دراية بأن دي هتكون أم أبنائك، فأول حاجة الاختيار الصح من الأصل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال اختاروا اللي ينطقكم، يعني دي مهم جدا الواحد يختار زوجة، لأن دي هتكون أم أبنائك، وهي دي اللي هتمثل كل حاجة في حياتك، وهي اللي هتكون سكن ليك، وكل شيء هتكون، يعني ربنا جعل بينكم مودة ورحمة. فلازم يكون اختيار الزوجة ده برضو من الأشياء المهمة جدا لأي زوج. واختيار الزوجة الصالحة دي بتعود على أبنائك، سبحان الله بتخلي يعني بيتك بيعتبر فيه صلاحية دائمة. طالما أبنائك بخير فأنت كن مطمن، لو هي زوجة صالحة أكيد يعني سبحان الله هتخلي الأولاد بتنعكس عليهم في كل تصرفاتهم، في كل أي حاجة بيعملوها، فدي هتبقى منعكسة على أولادك. فأهم حاجة يا جماعة اختيار الزوجة الصالحة. وأنا في قصة جميلة جدا، يمكن هو ده اللي خلاني أتكلم في الموضوع دوت، إن في بتروي امرأة قصة عجيبة جدا والله في الزمن دوت، بتعتبر عجيبة يعني احنا في الزمن بتاعنا دوت، يعني بتعتبر يعني زوجة والله، يعني تعتبر يعني كل التقدير والاحترام ليها ان هي بتعمل الاشياء ده مع ابنها. القصه دي بتقول يعني في واحده بتروي، بتقول ان كنت في زياره لاحدى صديقاتي في بيتها، واتت طفلتها الينا لم تكتمل الطفل عامها الثالث تقريبا، يعني كانت بتتكلم كده بتلقلق في الكلام، يعني يبدو ان هي عندها حوالي بتاع 3 سنين او يعني اكثر بحاجه بسيطه. وقفت خلف أمها وبتشدها قائلة: لم نبني اليوم القصر في الجنة يا أمي، فاعتقدت أنني سمعتها خطأ. إلى أن الفتاة كررت نفس الكلام. رأت الأم الفضول في عيني فابتسمت وقالت لي: أتحبين أن تشاهدي كيف أبني قصرا في الجنة أنا وأبنائي؟ فوقفت طبعا أراقب ما سيفعلونه. جلست الأم وجلس أولادها حولها، أعمارهم حوالي تتراوح ما بين 10 إلى 3 سنين، يعني في ما يزيدوش عن 10 سنين. جلسوا جميعا مستعدين ومتحمسين طبعا عشان يبنوا بيت في الجنة. فبدأت الأم وبدأوا معها في قراءة سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقعدوا كرروها حوالي 10 مرات. سبحان الله، يعني كرروها حوالي 10 مرات. ولما انتهوا قالوا: الحمد لله، بنينا بيت في الجنة، بنينا قصر في الجنة. طب سألتهم الأم: ماذا تريدون أن تضعوا في هذا القصر؟ قالوا: إحنا نريد كنوزا يا أمي. فبدأوا يرددون: لا حول ولا قوة إلا بالله، برضو كرروه حوالي 10 مرات. ثم عادت فسألتهم: من منكم يريد أن يرد عليه الرسول عليه الصلاة والسلام ويشرب من يده شربة لا يظمأ بعدها أبدا؟ فرددوا كلهم: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فضلوا إيه يرددوا، ثم بعدها التسبيح، ثم بعدها تكبير وتهليل، ثم انفضوا. بعد كده كل واحد بقى راح لعمله، اللي راح يتابع مذاكرته واللي بيلعب بالمكعبات، وكل واحد انفض ليه اللي هو بيعمل فيه. فقالت لها: كيف فعلت ذلك؟ يعني هي الأخت بتسأل الأختها التانية، بتقول لها: أنت عملتي كده إزاي؟ يعني عملتي كده إزاي مع أبنائك؟ قالت: أبنائي بيحبون جلوسي بينهم ويفرحون عندما أجمعهم وأجلس وسطهم، فأحببت استغلال ذلك بأن أعلمهم وأعودهم على ذكر الله، فأحببت أن أنقل لهم هذه الأحاديث وأعلمها لهم بطريقة يمكن لعقلهم الصغير أن يفهمها، فهم يرون بقى القصور في برامج الأطفال وبيتمنوا إن هم بيسكنوها، وبيشاهدوا أبطال الكرتون، وهم بيتسارعوا على الكنز. فهي حبت تنقل لهم صورة
تانية يحبوها ويحقوا يعني سبحان الله يخليهم لي إن هم يحاولوا يستخدموا الحديث وبالطريقة ديت، فبالتالي خلت الأطفال يحبونا الاستمتاع إن هم في أمل إن هم بيعملوا الحاجات دي، عشان في هيبقى في كنز في الجنة وفي قصور، فهم بيحاولوا يعملوا ده ويبنوه هم في الدنيا. قد إيه سبحان الله الأم دي عظيمة، وأكيد ربنا يعني هيجازيها خير على أبنائها، وأكيد طبعا كل ده هتبقى صدقة جارية كمان وهي لما تتوفى، وبتكون يعني سبحان الله أكيد ليها ثمرة عظيمة في الدنيا وفي الآخرة. يا ريت بقى سبحان الله يعني أسلوب تربوي جميل جدا وأسلوب مهذب مع الأولاد ومش موجود في اليومين دولت. والله يعني الواحد بيقول يعني شوف الأبهات يعني اللي هم ما بيقعدوش مع أبنائهم، وكمان بيلوموا الزوجات. يعني يا جماعة ادوا فرصة كمان الزوج كمان لازم يدي فرصة لأن هو يقعد مع أولاده، لأن دي تربية. يعني أنت مش يعني مخلف عيالك علشان يعني تسيبهم للزمن هو اللي يتعلم، لا أنت لازم تربي، أنت ليك دور برضو زي ما الأم ليها دور أنت كمان ليك دور. حتى بيقول الخبير الأمريكي فورتينو بيقول كمان كان بيقول في إدارة الوقت، يعني قعد عمل بحث حوالي 20 سنة، بيقول إن الزوج بيقضي حوالي 4 دقايق مع التحدث مع شريكة حياته ونص دقيقة مع أبنائه، يعني 10 أيام مع أبنائه. ده ينفع يعني إحنا سبحان الله يعني دي كمان يعني بعد بحث طويل 20 سنة بيقول إن الكلام ده إحنا دلوقتي كمان ما حدش بقى بيقعد مع أبنائه خالص. يعني تلاقي مثلا معظم الناس بيجوا من الشغل يبصوا بس أولادهم نايمين، يطمنوا بس اللي هم نايمين يدخلوا يناموا هم كمان، ما فيش أي مشكلة. يعني ما حدش بيعود حد على أبنائه سبحان الله ازاي يربيهم تربية صحيحة، أو ازاي يعودهم مثلا إن هم يصلوا، ازاي في حاجات كتيرة جدا لازم الأولاد ياخدوا يعني تاخدوا بالكم منهم في أشياء بسيطة جدا. يعني مثلا الأم برضو ليها دور كبير زي ما الأم ليها دور، الأب برضو ليه دور في حاجات بسيطة ممكن في اليوم تعودوه عليها. يعني مثلا يعني لو انت جبت هدية مثلا لأي طفل، فانت بتقول للطفل دوت ادي اخواتك، فده بالتالي انت بتعوده على الكرم، بتعوده على العطاء. يعني حاجات بسيطة دي بقى من هذه الأمثلة دي كتير، يعني انت ممكن تعمل حاجات في اليوم بسيطة جدا لكن هي بتزرع فيهم حب الخير، بتزرع فيهم الأدب، وبتزرع فيهم حاجات كتير. ولياريت حتى نتجنب العصبية أو أي سوء خلق يحدث، ما ينفعش قدام الأولاد، لأن دي إحنا بنربي جيل جديد، بنربي أبنائنا لازم يكون فيه ناخد بالنا ونراعي ربنا فيهم، علشان ربنا إن شاء الله يجعلهم خير ناس في الأرض إن شاء الله. ودي كانت لمحة سريعة عن تربية الأولاد وعن الزوجة الصالحة، وإزاي لو إحنا الواحد اختار صح ربنا هيبارك لنا وهيبارك لأولادنا جميعا. وشكرا لكم على حسن استماعكم، معكم نجلاء زايد، شكرا لكم.